بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الجزء الثالث من الـ IR Lectures. في المحاضرة دي هنتكلم بتوسع بقى على شكل الـ Spectrum وإزاي نتعرف على الـ Structure من الـ Spectrum. تمام؟ المحاضرة اللي فاتت زي ما اتكلمنا احنا بنقسم الـ Spectrum إلى Zones، وبدأنا نشرح Zone 1 و 2 وبدأنا نطبق على الألكان والألكين والألكان. تمام؟ احنا بقى عايزين يعني نتوسع في الامر ده. طيب احنا قلنا ده 5 زون. زون 1 اللي هي 3200، ودي بتظهر فيها الاسترتشنج بتاع الاو اتش والان اتش 2 والان اتش والتريبل بوند سي اتش. زون 2 الالكين والالكاين والاروماتيك. زون 3 النيتريل والتريبل بوند. وزون 4 اللي هي مهمه بالنسبه لنا الكربونيل، واللي تحت كده بيبقى الفينجر برينت وبعض الايه الامبورتنت بانز. تمام؟ طيب اتفقنا ان السبيكترم بيبقى شكله زي كده، السبيكترم من 4000 ل 500 وادي الانتنسيتي. فانت ايه فين الزونز دي؟ قال لي ادي لغايه من 4000 دي لغايه 3200 كده. المنطقه دي منطقه ايه؟ الاو اتش الان اتش والتريبل بوند سي اتش، وهنتكلم هنوريكم اكزامبلز ليها. طيب المنطقه دي فيها كذا حاجه، انا هتعرف عليها ازاي؟ يبقى اول حاجه لازم تعرفها ان التريبل بوند سي اتش الالكين، ودي قلناها المره اللي فاتت، بتبقى شارب زي ما انت شايفها كده، وبتظهر عند الاربع تلاتات 3 3 3 يعني في المنطقه دي فوق وتحت 10. فالوحيده اللي شارب في المنطقه دي وبتبقى ما بتزيدش كتير عن الرينج اللي انا قلته. تمام؟ طيب اما الباقيين بيظهروا برود في الغالب بسبب الهيدروجين بوند، ولذلك الاو اتش برودر بيبقوا الاو اتش بتجيب ال 3300، لكن الان اتش ممكن تنزل تحت. طيب برضه انا عايز اعرف فرق تاني يا دكتور بين الاو اتش والان اتش. قال لي في الان اتش في منها الان اتش والان اتش 2 والاو اتش معاها. الاو اتش بتبقى برود وسنجل وان بيك، اما الان اتش 2 بتبقى عامله سبايكد بيك، يعني تو بيكس تو بانز، كانها زي ضفيره الايه البنت الصغيره ضفيرتين، اما بشكل ضفيرتين يعني تو سبايكس زي ما هنشوفها دلوقتي. اما الان اتش لوحديها اللي هي السكندري بتبقى وان سبايك. مع الوقت انت ايه كل ما تقرب من ال 3200 دي ممكن تكون ان اتش اكتر منها او اتش، بس في اغلب الاحوال كل ما تنزل كل ما تبقى برود. طبعا مع التعامل مع السبيكتروم تقدر تفرق بينهم. دي الزون اللي بتديني الفانكشن جروبس المهمه بتاعت الاو اتش والان اتش والان اتش 2 والتريبل بوند سي اتش. طب الزون رقم 2 اللي شايف المنقط الخط المنقط ده المسطره اللي قلنا نعملها عند ال 3000 فوقيها ب 100، دي منطقه قلنا مين؟ الالكين والاروماتيك سي اتش ستريتش. طب اللي تحت ال 3000 دي الالفاتيك سي اتش ستريتش. يبقى الزون دي خط الاستوى بتاع 3000 فيها ب 100 وتحتها ب 200. انا ما بقولش ارقام كتير اهو، دي زون رقم 2 ده بتكشف لي على ايه؟ الالفاتيك والاروماتيك والالكين. طيب زون رقم 3 اللي هي ايه؟ من 2000 ل 2300، ودي ايه؟ بتاعه التريبل بوند سواء الكاين او نيترين. المنطقه الثانيه اللي هي من 1650 ل 1800، ودي منطقه مين؟ الكربونيل، ودي هنستفيد فيها في الشرح. ما بعد ذلك هو الفينجر برين تظهر فيه بعض الامبورتنت. ده شكل الاسبكترم اللي انت بتبص عليه. احنا بنمشي زي ما قلنا كانك بطاريه برايم بتعسس على كل منطقه تشوف ايه الباند اللي ظهر ايه الابزوربشن اللي حاصل. تمام؟ نبدا ناخد اكزامبلز يوضح لي زون زون، وكل ما انت تلاحظ كل ما بنمشي بندي ايه ديبر انفورميشن. بس خلي بالك انت محتاج تتدرب في المعامل، ان شاء الله هنزل لكم اكزامبلز او ارفعها اونلاين تتدرب عليها. بس النهارده انا بديكوا ايه؟ الانفو اللي تخليك تبدا تتعرف على اسمك. طيب مثال اهو، المثال ده لقالكم. ليه الكول؟ قال لي ابدا الزون رقم 1 من فوق ال 3200، هلاقي ايه ده بند واضحه جدا برود، وده البرودنس ده بسبب الهيدروجين بوند، فبالتالي الاو اتش والان اتش والان اتش 2 بيبقى برود. عند 3300 مش ممكن دي تلخبطك مع تريبل بوند سي اتش لان ديك ايه؟ شارب. تمام؟ يبقى الاول ما اشوفها وانا من بعيد كده اقول ده الكون خلصت، شايف فيري برود باند.
طبعا المنطقة رقم اتنين، زون رقم اتنين اللي هي فوق ال 3100 وتحت ال 3000. فوق ال 3000 مش شايف حاجة، أنا بكرر أهو تاني، لا الكين ولا أروماتيك في الغالب. تحت ال 3000 في ثلاثة اوفرلابينج بانز، دول بتوع مين؟ السي اتش ستريتشنج اوف الفاتيك، فده الفاتيك الكو. طبعا ممكن كمان السي سنجل بوند او تظهر لها ستريتشنج تاني مرة اهو، بس اهو شايف كاتب لك ار لايبل ليه؟ اوفرلاب دي كذا باند، هي بتظهر من 1000 ل 1100 بس بتبقى سترونج برضو، فممكن تتعرف عليها. تمام، طبعا نوع الالكوهول او فينول بتظهر فيهم الحاجات دي، الايثر بتظهر فيها برضه سي سنجل بوند او، لكن الاو اتش لا. تمام، طب ما تدينا نفس المنطقه بتاع الاو اتش بتظهر. الله بص كده في زون رقم واحد من فوق 3200، ايه اللي انا شايفه؟ ده اللي قلنا عليه ايه؟ مش ده عامل زي الضفيره بتاع البيت؟ اه ضفيرتين اهم، تو برود بانز واضحين في المنطقه رقم واحد، هتكون ايه يعني؟ اوفرلاب زي ما انت شايف كده، هتكون ايه؟ دي ال ان اتش بتاعت ايه؟ ان اتش بس؟ لا ان اتش 2 دي يا امايد يا اما امين، انا ما اعرفش الامايد في كربونيل لكن امين ما فيهوش، لكن هنا اقدر اقول ان انا عندي ان اتش 2 ستريتشنج. تمام؟ فطبعا احنا هنتكلم على الكربونيل بعد كده فمش هنتناولها دلوقتي، لكن تيجي للمنطقه الثانيه، انا مركز لغايه دلوقتي على منطقه 1 و2 و3، بعد كده هركز على 4 و1. طيب تحت فوق 3000 مفيش حاجة، يبقى ده الفاتيك. وتحت 3000 في حاجات، يبقى ده الفاتيك. خلصت كده، ادي المعلومات اللي اقدر اخدها. في طبعا بعد كده الكربونية هتكلم عليها. طيب اديني مثال لسكند. بص كده فوق 3200، انا الاقي 1 سبايك وايه؟ ادي برود، ما بتبقى مش سترونج، لكن البرودنس شايف البرودنس قد ايه؟ فده ان اتش، وهتلاقيها قريبه من كام؟ ادي 3100 200 يعني فوق ال 3200. فدي ان اتش سكندري اوف سكندري امين، وادي الالفاتيك بارت بتاعه، يبقى خلصت كده الفاتيك امين. يبقى نشوف السبيكترم اداني فرصه ان اتعرف على حاجه. طيب يبقى المنطقه الاولانيه فيها الاو اتش، الان اتش، ان اتش 2 والتريبل بوند سي اتش. تمام، المنطقة الثانية فيها الأروماتيك والألكين، وهنقول عليها بعد شوية نوع الألكين ونوع الأروماتيك، بس يمكن في المحاضرة الجاية. المرة دي كمان فيها الألفاتيك. طيب المنطقة الثالثة ما رتنيش نيترين يا دكتور. أدي هي المنطقة الأولى ما فيهاش حاجة، الثانية ألفاتيك، يبقى الثالثة إيه؟ من 2000 ل 2100 سترونج، ده عند 2250 مثلا، ده سي تريبل بوند إم. تمام كده؟ فده مثال لسيانو كومباوند او نيتري كومباوند. تمام، فاحنا كده ختمنا مين؟ على المستوى الاولاني الزون نمبر 1، زون نمبر 2 وزون نمبر 3. زون نمبر 2 لسه فيها تفصيله ما قلناهاش، اللي هو نوع الالكين ونوع الاروماتيك، نقولها في محاضره لاحقه. لكن عايز ادخل بقى للكربونيل. الكربونيل قال لي من 1650 كده لغايه 1800، بس في مشكله، مركبات كتيره فيها الكربونيل، في الامايد، في الكربوكسيليك اسيد، فيها كربونين، الكيتون، الالدهيد، الاستر، الانهيدرايد، اسيد كلورايد، هعرفهم ازاي؟ والمنطقه دوت من 1650 ل 1800 يعني منطقه صغيره. قال لي لتسهيلك طبعا الاساس الالدهيد والكيتون دول بيظهروا في المنطقه اللي في النص عند 1715 ده و 1725، بس خلي بالك الارقام دي بتتداخل حسب الاستراكشر بتاع الالدهيد والكيتون. يعني لما يكون في الكترون سترونج جروب، في الكترون سترونج جروب، وهكذا. فبالتالي للتسهيل عليك احنا هنقسم المنطقه دي الى ثلاث اجلات، يعني من 1650 ل 1700 مثلا. تمام؟ وبعد كده من 1700 ل 1750، وبعد كده من 1750 وطالع. المنطقه اللي في النص اللي هي من 1700 ل 1750 هتلاقي فيها ايه؟ الاسيد، فيها الكيتو، وفيها ايه؟ الالدهيد، وفيها الاستر. الله، فيها اربع حاجات. لكن المنطقه اللي تحت ال 1700 هو الامايد بتاع الكربونيل بتاع الامايد، يبقى لما تلاقي سترونج باند تحت ال 1700 دي امايد، لكن في النص واحده من الاربعه دول هنفرق بينهم بعد شويه. فوق ال 1750 عدتها، فده يا اسيد كلورايد او اسيد هالايد يا اسيد انهيدرايد. باي ذا واي الكربونيل ستريتشنج الباند بتاعتها بتبقى ذا سترونجست باند في الـ السبيكترا، يعني في الغالب اغلب الاحوال سترونجست باند.
تمام، وبتبقى في منتصف السبيكترم كده يعني. السبيكترم لما تبص عليه تلاقي باند سترونج جدا وفي نص تبقى تعرف انه كربونيه. طبعا في النص بالظبط ولا اقل من 1700 ولا اكتر من 1750 هي دي هتحدد لك ايه يعني. لو اقل من 1700 تعرف دي ممكن تكون امايد، اكتر من 1750 يا اسيد هالايد يا اسيد انهيدرايد، في من 1750 دي هنتجاوز يبقى ممكن تكون اسيد او كيتون او ديد او استر. طب فرق لي بينهم يا دكتور. هنبدا بقى نفهم، هناخد المنطقه اللي في النص الاول ونفرق بينهم. قال لي الالدهيد، ادي شايف البند الزرقاء دي البند، او من غير ما تبص هتبقى في نص السبيكترم عند 1700 تقريبا و15 ولا حاجه، تمام. ده البند ايه بتاعتنا. طيب انا عايز اعرفها كده هي في النص، لا يا اما الدهيد يا اما اسيد يا اما استر يا اما ايه يا اما كيتو. طبعا انا كاتب لك انه الدهيد، بس انت عرفت ازاي ان دي بتاع الكربونيل بتاعت الدهيد؟ قال لي زي ما الكربونيل بتاعه الالدهيد بتظهر في سي اتش بتاعتها بتاعه الالدهيد بتعمل حاجه اسمها فيرمي ريزونانس. بيظهر فين بقى؟ بص يا بطل، بيظهر عند رقمين تحفظهم وتفتكرهم، رقمين صغيرين 2727 و2828 تقريبا. يعني تو بانس ما بيبقوش سترونج ولكنهم مميزين للالدهيد، اسمه ايه الفيرمي ريزونانس او السي اتش ستريتشنج بتاع الالدهيد. تقول لي يا دكتور انت قلت لي ان المنطقه دي بتاع الالفاتك. لا انا قلت لك الالفاتك لغايه كام؟ 2800. فانت اللي ممكن تتلخبط فيها اول واحده اللي هي 2828 صح؟ الزرقاء الاولانيه دي، لكن الثانيه اللي تحت ال 2800 اللي هي عند 2727 2727 رقم سهل اهو زي ارقام التليفونات دي، ممكن تكون ايه؟ لا يمكن تكون الفاتك عادي، دي بتاعت مين؟ بتاعت الالدهيد. فالالدهيد زي ما ليه كربونيل ستريتشنج عند في المنطقه اللي في النص، ليه فيرمي ريزونانس او سي اتش ستريتشنج فايبريشنز اللي عند 2 افتكر 2727 2828. بس يا دكتور الارقام مش كده بالظبط، هتلاقي الارقام فوق وتحت 10، والفرق بين الاثنين دول بيبقى 99 او 100 تقريبا. يعني على عشان كده قلت لك 2727 2828 تمام. ليه انا قلت 27؟ لان الرقم ده مش هتنساه، فمش مستحيل تبقى تلخبط الالدهيد مع الاسيد مثلا، الالدهيد مع الاستر، الالدهيد مع الكي وهكذا. شفت الكربونيل في النص واحد من الاربعه، طب مين؟ ابص على 2727 2828 لقيتهم، يبقى اذا ده الالدهيد. تمام يا شباب، يبقى كده انا عرفت ايه الالدهيد، يبقى اول احتمال من الاربعه خالص. طب الثاني بص كده هتلاقي الكربونيل عند 1711، الله ده ممكن يبقى الدهيد او اسيد او كيتون او استر، واحد من الاربعه. وادي زي ما انت شايف سترونج وفي النص، يعني اللي ما شافهاش يبقى ايه؟ مش هنقول حاجه وحشه، يبقى ما شافهاش. الكربونيل اللي في النص دي فيري سترونج وعند تقريبا في المنطقه الوسطى بتاعت الكربونيل، يبقى دي واحده من الاربعه. طب ابص عند 2727 مش شايف اللي هو الفيرمي ريزونانس، بس انا شايف حاجه غريبه جدا، فيري برود باند بتشغل المنطقه من 2500 ل 3200. ايه دي؟ دي الاو اتش بتاع الاسيد. الاو اتش بتاع الاسيد مميزه جدا، انت بص على السبيكترم كله، ايه البرودنس ده؟ ده كان المنطقه كلها وشال الحاجات اللي موجوده هنا كمان فوقيه، يعني الالفاتك اهي موجوده بس شالها عليها اوفرلاب. يعني الاو اتش بتاع الالفاتك لا يمكن تتلخبط مع اي او اتش ثانيه في الدنيا. الاو اتش الثانيه اللي بتاع الالكول والفينول وكده بتظهر فوق ال 3200، لكن بتاعه الاسيد لا. ايه اللي خلاها فيري برود كده وتنزل لتحت كده؟ عشان الاو اتش هنا بيعمل الاسيد بيعمل دايمر، فالسترينث بتاع الاو اتش بوند جامده جدا، لان كل تو مولكيولز عاملين هيدروجين بوند، ومهما تخفف فيه ولا تعمل الاو اتش ايه سترونج دايم. فالاسيد لا يمكن تتلخبط فيه، كربونيل في النص لكن في الاو اتش باند اللي لا يمكن، عامله زي الضرع الكبير كده، يبقى ازاي تتلخبط فيه؟ ممكن تبقى مش سترونج بس هتفضل برود بالشكل ده، تشغل من 2500 ل 3200، فدي او اتش غريب مختلفه عن حتى الالكول والفين. فانا عشان كده ما قلتهاش ساعتها، بس اهو يبقى تعرف الاسيد منين؟ الكربونيل والاو اتش بتاعته. الله، يبقى الاحتمال الثاني خلص، ندخل على الثالث. انا اديلكم الاول مثال ثاني للاسيد اهو، كربونيل في النص وادي البرودنس بتاعت الاسيد، الامور واضحه جدا ان ده اسيد. صح كده؟
دي عندنا 2500 3200 وادي ادي في النص. طيب مين تاني في النص اهي شايف تحتيها ايه ده؟ ده الاستر فيري سترونج. طب اعرفها ازاي يا دكتور؟ ابص على المنطقه بتاع الالديهيد 2027 مفيش حاجه في اسيد، لا مفيش اسيد يبقى لا الديهيد ولا اسيد. طيب ممكن يبقى استر او كيتون. الاستر قال لي نعرفها بمين؟ بسترونج سي اتش ستريتشنج من 1100 ل 1000 اللي من 1000 ل 1250 او 1300 ماكسيم، تبقى سترونج زيه حسب نوع الاستر الفاتيك اروماتيك برايمري. المهم انها ايه في المنطقه دي سترونج باند، شايف دي ودي لان السي او هايلي بولر بوند فبتبقى سترونج باند زيها تمام. طبعا دي موجوده في الاسيد بس الاسيد معاه الاو اتش anyway. فده بيديني فرصه ان انا عرفت الالدهيد الاسيد والاستر. يبقى لو ما كان في كربونيل في النص وما كانش في حاجه تدل على الالدهيد في النص، اقصد من 1700 ل 1750 وما كانش بقى يدل على الالدهيد، مفيش حاجه تدل على الاسيد، مفيش حاجه تدل على الاستر، يبقى الكيتون اللي في النص دي عباره عن ايه؟ سوري الكربونيل اللي في النص عباره عن كيتون، ده الاحتمال اللي موجود. فبالتالي الكيتون بيتعرف باننا انفي الاحتمالات الثانيه. طيب يبقى احنا خدنا الكربونيل اللي في النص سواء الديهيد اسيد استر او كيتون. طيب الكربونيل الصغيره اللي تحت 1700، الكربونيل الكبيره اللي فوق ال 1750 ادي مثلتهم مثلا. فلو شفنا كربونيل زي ما انت شايفها دلوقتي تحت ال 1700 وغالبا بتبقى فوركت كده اذا كانت برايمري امايد، بتعمل دي بنسميها كربونيل ايه؟ امايد 1 باند ودي امايد 2 باند. مميزين للامايد سترونج اهي تحت قليله جدا تحت ال 1700 وصلت عند 1662 و 1634 وممكن تبقى فوركت كده شويه. طب انا برضو يعني عايز اتاكد اكتر على ما هو لو برايمري امين هتظهر الامين جروب، الامين جروب بتاعته ايه؟ دي الفورك ضد الفرتين اللي قلنا عليه اللي في المنطقه الاولانيه، فده مع ده برايمري امين. طب لو سكندري امايد يعني الان اتش دي واحده بس مش ان اتش 2 وفي ار هنا كانت هتظهر واحده بس. طب لو مفيش ان اتش خالص هتظهر دي قليله ودي مش هتبان لها حاجه. فانا عندي اما برايمري امين امايد يا سكندري امايد يا تيرشري امايد. طيب نيجي للايه؟ دي اللي هي الكربونيل لما تكون اقل من 1700 هي احتمال واحد امايد، عايز اتاكد من نوع اعرف نوع. طيب لو اعلى من 1700 بقى و50 اللي هي العاليه، قال لي لو انهيدرايد بتظهر له اثنين بانس، واحده تحت ال 1800 والثانيه فوق ال 1800. يعني الكربونيل ليه؟ لان انا عندي كربونيل تو كربونيلز، واحده بتعمل سيميتريكال ستريتشنج واسيميتريكال ستريتشنج. anyway بتظهر اثنين ودي يعني اللي ما بتبقاش سترونجست قوي، بس بيظهر لها تو بانس، واحده فوق كده احط ال 1800، واحده تحتها ما تنزلش تحت ال 1750 ولا حاجه، وواحده فوق ال 1800. فده السترونج بانس سترونج تو بانس دول بتوع الكربونيل بتوع الانهيدرايت. طب ما برضه في سي سنجل بوند او ستريتشنج، تظهر لها برضه سي سنجل زيها زي الايستر زي الفينو زي الكوز الايثرز سي سنجل بوند ستريتش، ده سترونج في المنطقه من 1000 ل 1200 تمام. فبالتالي انا كده الكربونيل يا اما هتبقى في النص يا اما اقل من 1700، نص اللي اقصد اللي هي في المنطقه بتاع الكربونيل قسمتها الى ثلاث تلات، التلت الوسطاني في اربع احتمالات، التلت القليل في احتمال واحد، التلت الكبير في الانهيدرايد وفي ايه؟ الاسيد هالايد. ايه الفرق بينهم؟ قال لي الاسيد هالايد بتظهر له واحده حوالين ال 1800 والثانيه دي الصغيره ده اوفر تون مش بتاعها فبتظهر واحده بس تمام، وبتبقى برود وبرضه فيري سترونج ما تظهرلهاش اثنين تمام. الثانيه دي اوفر تون يعني بتبقى عند لور ويف تمام. فده ايه الامايد؟ لو الكربونيل ما ظهرلهاش ولا واحد من دول قلنا تبقى الكربونيل بتاع اثنين. ادي الكيتون، شوف الكيتون قلم من 1716 يعني في الايه في الثلث الوسطاني، مفيش اي حاجه تدل على انه الدهيد، مفيش حاجه تدل على انه اسيد، مفيش حاجه تدل على انه استر، على يبقى انا ما قداميش الا انه ايه؟ كيتون. انا كده شرحت لكن ما اتدربتش انت، انت عشان توصل للفهم الكامل محتاج مراحل من التدريب، تتدرب مع زمايلك وتحله بس ساعتها هيبقى النون بقى ما بعرفش عنه حاجه، فممكن تغلط وتتعلم والدسكشن يجيب الايه؟
المستويات الاعلى. السبكتروسكوبي محتاج تدريب، فبعد تدريب الجروب ممكن ندرب انديفيجوال، والامثله كتيره وكل مثال هيعلمنا حاجه. المطلوب منك ايه من المحاضرات اللي فاتت؟ ثلاث محاضرات شرحوا لك الكونسبت يعني ايه اي ار، شرحوا لك ازاي تستخدم السبيكترم وازاي تقسمه الى زونز وكل زون ايه اللي بيظهر لك فيها. طبعا حاولت الليفل بتاع المعلومات يبقى مش ديب قوي عشان التدريب يجيب الديبر ليفلز او الليفلز الاعلى، لكن لو انت تابعت الثلاث محاضرات هتقدر نوعا تفهم جزء كبير من الايه الكونسبت، وتبدا تتحط على التريننج بطريقه صحيحه. ما تتوقعش ان كل حاجه تبقى فاهمها وكل حاجه تطلع معاك صح في الاول، ده شيء عادي. التريننج هيرفع الايه المستوى لما تتعرض لامثله كتيره. الاي ار مش حفظ، الاي ار فهم، الاي ار تعامل مع سبيكترم، هو ده اللي انا ايه عايزين نوصله ان شاء الله. ننزل لكم في اقرب وقت تريننج و يفيدكم. ارجو ان انت تحاول تسمع الشرح مره واثنين، واذا حاجه ما وقفت قدامك تاكد ان في المحاضره التفاعليه ان شاء الله نناقش بعض الحاجات، وفي التدريبات في المعامل وهيبقى في اكتر من تدريب باذن الله. والسلام، وارجو ان اكون وصلت ولو معلومه بسيطه، نكملها في التدريبات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.